وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ فقدر عليه رزقه فيقول ربي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما ما كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك كلا